تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان. وأنا أذكر كنت أتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده ما تقوم، دي ما قضية، لكن الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد. مثل هذا متأهل للكلام في دين الله فضلا عن قيادة الجموع من الشباب يقودهم إلى منحرهم ليذبحوا ذبح النعاد. وعلى شاكلته كثير كشيخ الضلالة، ومن لف لفة ونحى نحوة من مشايخ التغري، ومن كان معهم عاملهم الله.